بمعنى تاني لما نحكي عن الثالوث الآن عم نحكي بدل ما تفكر بثالوث وفلسفة وكيف ثلاثة وكيف واحد، على فكرة ما فيش هذا بالكتاب المقدس، ما في هاي اللغة إطلاقا. لما بيحكي عن الثالوث بيحكي عن الآب والابن والروح القدس، في حوالي 120 نص من كذا آية، كل نص 120 نص بذكر الآب والابن والروح القدس من دون اعتذار، من دون شرح، من دون دفاع، من دون أي تعقيد، حقيقة موجودة ببساطة. يعني إذا بدك تفهم الثالوث حط الكتاب المقدس أمامك مع كاسة شاي واقرأه على مهلك. شوف، خلي الله يكلمك. هنا الله يتكلم. القضية ليش كل هالموضوع؟ لأنه نحن في مشكلة، عندنا مشكلة، الإنسان عنده مشكلة هي اسمها الخطية، الشر. مين بده ينقذنا من الشر؟ الشر اللي فينا وعقاب الشر اللي جاي علينا، مين رح يغطينا؟ مين رح يضمننا؟ شو اللي بيأكد لي يعني؟